حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة. نستعرض ونناقش فيها الأحداث والتطورات والمستجدات في المحافظة. نسلط الضوء في هذه الحلقة على أضرار السيول في المسيلة ودور الشباب في تنمية المهرة وملفات أخرى. أهلا بكم. أنهت السلطة المحلية بمديرية المسيلة في المهرة أنهت الترتيبات اللازمة لفتح طريق الوادي الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء السيول والأمطار المتواصلة. وأكد المدير العام للمديرية فضل الدحيمي أن السلطة المحلية بالمديرية ناشدت قيادة المحافظة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التدخل العاجل لفك الحصار عن المواطنين في الوادي وتزويدهم بالأدوية والمواد الغذائية اللازمة. وأشار إلى تدشين المخيم الطبي بالتزامن مع فتح الطريق الممول من قبل السلطان محمد عبد الله آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى. سعيا منها للاستفادة من القدرات الشبابية، دشنت السلطة المحلية في المهرة اللقاء التشاوري الشبابي بمشاركة عشرات الشباب والشابات من جميع مديريات المهرة. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. بمشاركة 35 شابا وشابة من مديريات المحافظة كافة، عقد اللقاء التشاوري للشباب بمديرية الغيضاء تحت شعار الشباب بين الواقع والطموح والفرص والتحديات. هو لقاء شبابي تشاوري يناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وحضرنا حتى نؤكد بأننا نريد أن نكون جزء من صناعة الحاضر الذي سنصنعه بإذن الله، حتى تكون لنا بصمة وتأثير فعال في المجتمع، حتى يعرف العالم بأن الشباب هم العنصر الأساسي الذي يجب أن تسترد عليه كل دولة في إحلال السلام وتحقيق الأمن. وأيضا من خلال هذا اللقاء هي رسالة نوجهها للجهات المسؤولة بأننا نحن كشباب نشعر بمسؤوليتنا تجاه هذا الوطن. السلطة المحلية بالمحافظة ثمنت إقامة مثل هذه الفعاليات، وأشادت بدور الشباب ومستوى الجهود الذاتية والتطوعية التي يقومون بها، وإنها ستعمل على مخرجات هذا اللقاء وإشراكهم في الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام. طموحات الشباب كبيرة، والفرص الصعوبة الوصول إليها كان الالتحاق بالتعليم أو الالتحاق الذين تخرجوا كيفية الالتحاق بالعمل، لأنه الوضع العام هو الذي يؤثر تأثير كبير على مستوى التنمية ومستوى استيعاب الشباب. ولكن وجودكم في هذه المنظمة في هذا المجلس في هذه المنسقية يكون لكم دور وتفاعل وتكامل وتشارك مع بقية مكونات المجتمع المتمثلة بالسلطة ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الأخرى. الشباب هنا أكدوا أن أهداف اللقاء التشاوري تتمثل في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفعالة، إضافة إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب وإمكانية تقديم حلول واقعية لهم. في هذا اللقاء التشاوري سوف يتم النقاش حول مجموعة من الأفكار الشباب حول التحديات التي يواجهها الشباب أو الشابات في محافظة المهرة، وكيف يمكن أن نطرح الأفكار والتوصيات التي نستطيع أن نحققها في المستقبل، كيف الأفكار والتوصيات التي نستطيع أن نعززها في نفوس الشباب حتى يحقق ويكون للشباب دور في المجتمع، سواء من ناحية الشباب أو من ناحية الشابات، ودور المرأة سوف يكون له بصمة في
تحقيق طموحها وأفكارها ووضع بصمتها وأثرها في المجتمع المهري. أظهر شباب المهرة أنهم على قدر التحديات والمخاطر التي تواجههم، وأن محافظتهم محافظة السلام وقبلة لكل اليمنيين، وما يحتاجونه اليوم هو إشراكهم في بناء المستقبل ليكونوا جزءاً من اليمن الكبير. أكد عدد من الشباب المشاركين في اللقاء التشاوري الذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب بالمهرة أن الهدف من اللقاء هو تعزيز قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفعالة، إضافة إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب وكذلك إمكانية تقديم الحلول الواقعية لهم. نتابع التفاصيل في الاستطلاع التالي. قمنا في هذا اللقاء بالتطرق إلى العديد من النقاط والمحاور التي تخص أبرز التحديات التي تواجه الشباب وكذلك ما هي الحلول التي من الممكن أن تخفف ذلك العبء، وكذلك كان الأهم هو إيصال فكرة الشباب إلى السلطة المحلية وكذلك الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في دعم الشباب وكذلك خدمة المجتمع بأفكار شبابية خالصة. مثل هذه اللقاءات بالتأكيد تساهم في إتاحة الفرصة للشباب لإبداء آرائهم وكذلك الاستفادة من هذه اللقاءات وإتاحة أفكارهم التي فيها خدمة للمجتمع وللسلطة المحلية بشكل عام في تخفيف العبء وأيضا الجوانب الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين. بحمد الله وبفضله تم اليوم لقاء الشبابي الذي نفذه المجلس الأعلى للشباب في محافظة المهرة، ضم عدد من الكوادر الشبابية في المحافظة من كل الجنسين. كان اللقاء جدا في تفاعل كبير من الشباب، تناولوا فيها العديد من القضايا الأساسية في المحافظة التي تهم الشباب، وكانت في توصيات ومقترحات سواء كانت للسلطة المحلية أو للشباب أنفسهم. نأمل أن يكون بعد هذا اللقاء في مخرجات طيبة تخدم الشباب ومن الشباب يخدموا مجتمعاتهم. هدفنا اليوم هو إبداء رأي الشباب وتوحيد رأي الشباب وإبداء النقاط الرئيسية وأيضا مساندة الشباب للسلطة المحلية ومساندة السلطة المحلية أيضا للشباب من خلال تقديم أفكار ومقترحات إن شاء الله تكون موجودة على أرض الواقع تخدم قطاع الشباب في المحافظة. في هذا اللقاء لمناقشة قضايا الشباب وطموحاتهم في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب، ونحن في قيادة المجلس الأعلى لشباب اليمن سنبذل كل الجهود لأجل التقاء الشباب إلى قيادة المستقبل بإذن الله. في سياق آخر، احتج عدد من عمال مصانع طحن الأسماك في المهرة وحضرموت على قرارات تسريحهم من العمل نتيجة قرار وزاري بإيقاف عدد من المصانع، وعبر العمال عن سخطهم من قرار تسريحهم عن العمل مطالبين بإعادة النظر في القرار كونه يستهدف مصدر رزقهم الوحيد ويهدد أسرهم التي يعيلونها، داعين إلى توفير البدائل ليتمكنوا من إعالة أسرهم. وكان وزير الزراعة والثروة السمكية وجه مؤخرا بإيقاف مصانع طحن الأسماك في محافظتي المهرة وحضرموت وعدم منح ترخيص بإنشاء مصانع جديدة خاصة بطحن الأسماك. بعد هذا القرار الأخير الذي قدمه معالي وزير الثروة السمكية، قامت شركة نورس بتصفية حساب العمال والمهندسين وإعطائهم جميع حقوقهم وترحيلهم عن العمل التزاما بالقرار. فلذلك نحن نطالب الحكومة اليمنية كونها حريصة على ثروات اليمن أن توفر لنا فرص عمل بدل من أن نخرج الشوارع أو نتجه إلى الطرف الآخر لطلب فرص العمل. اشتغلنا والله في مصنع الأسماك وأنا من الحديدة في مصنع الطحن، والآن مصنع الطحن وقف وإحنا فين نروح لحين؟ نطالب من الحكومة أن تثرنا أمال، يعني فين نروح هنا؟ وين نذهب؟ يعني ما معنا ولا حاجة. شوف هذا كل هالأمة اللي خرجنا خرجة واحدة، يعني ما حصلنا لا هذا العمل ولا حاجة. كنا في شركة الطحن نحصل يعني كنا رواتب شوية نصرف العيالنا، والآن لا تصرفنا ولا شيء، قالوا خلص الشركة وقفت. يعني وين نروح هنا؟ وين نذهب؟ نحن نطالب معالي وزير الثروة السمكية بفرص أعمال بدلا عن الشركات التي كنا نشتغل بها. أنا كنت أشتغل في شركة العربية لطحن الأسماك، وبعد القرار تم إيقاف
الشركة وإخراجنا من الشركة، ونحن نعيل أسر، كل من هؤلاء يتحمل أسرة ولا يدرون إلى أين يذهبون. فنرجو من المعالي الوزير أخذ القرار والتراجع أو بديل للعمل، فرص العمل، كوننا من أبناء الشعب اليمني من مختلف المناطق، من عدن ومن أبين ومن الضالع ومن إب ومن تعز. نطالب من الحكومة أن توفر فرص عمل لجميع العمال هذول كلهم بدون عمل، لطردهم وتوقيف عمل، ونطالب الحكومة توظيف هذول الشباب كامل عاطلين عن العمل. تسبب قرار وزير الثروة السمكية بإغلاق مصانع طحن الأسماك بالمهرة في مضاعفة معاناة المواطنين، إذ تسبب القرار في انخفاض سعر الأسماك خلال الفترة الأخيرة وأثر سلبا على حياة المواطنين المعيشية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. يعتمد الكثير من سكان محافظة المهرة بشكل أساسي على مهنة صيد الأسماك، وذلك لامتلاك المحافظة شريطا ساحليا كبيرا وبحرا مليئا بالثروات السمكية، إذ يأتي الصيادون بأنواع مختلفة من الأسماك على مدار العام ويجنون مبالغ ليست بالكثيرة، إلا أنها تخفف جزءا من المعاناة في ظل الظروف المتردية للبلاد. انخفضت أسعار الأسماك في المحافظة خلال الفترة الأخيرة نتيجة قرارات أصدرها وزير الزراعة والري والثروة السمكية قضت بإيقاف مصانع طحن الأسماك. نحن الآن في مديرية حصوين، والصيادين في المكان هذا نجيب من جميع الأسماك من البحر ولا نحصل على الأسعار التي نبغيها، يعني في من جميع أنواع الصيد، في صيد يعني نجيبه من البحر يقولون لنا تالف، ولا مشتريين يعني حسب اللي نبغاه، يعني مشتريين في بعض موجودين عندنا يشتروا اللي حسب ما يبغونه، وبعض اللي ما يبغونه يقولون ما يبغين تالف. انخفاض سعر السمك وكساد بعض أنواعه أثر بشكل كبير على عمل الصيادين وسببا معاناة لهم، خاصة مع غلاء سعر المشتقات النفطية والأدوات التي يستخدمونها في جلب الأسماك، وهو ما ينذر بمعضلة حقيقية أمام الصيادين الذين يعيلون أسرهم، حيث يستفيد المئات من هذه المهنة التي تساعد الأهالي على تجاوز الكثير من الأزمات. الصيد هذا ناس كل مستفيدوا منه، للحين كنت معانا حوالي يمكن 10 أيام 15 يوم كل نرمي ماشي ما استفاد منها شيء، ولا نرجو من الحكومة تساعدنا وتشوف معانا وتشوف مع الصيادين ومع كل الناس، كلهم ناس كل مستفيدوا، ودلحين ماشي فايدة، إذا الصيد التالف نرمي، ومن أول الصيد التالف نبيعها. ويرى الصيادون أن قرار وزير الزراعة والري والثروة السمكية تسبب بمفاقمة معاناتهم، إذ كانت هذه المصانع تشتري منهم الأنواع التي يصطادونها، غير أن قرارات الوزير المتمثلة في إغلاق المصانع تسببت بخسارات كبيرة للصيادين. يطالب الصيادون الحكومة والجهات المعنية بسرعة معالجة وضعهم وإيجاد حلول بديلة تمكنهم من بيع منتجاتهم بسعر يمكنهم من شراء احتياجاتهم وإعالة أسرهم. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل المهرية سعد محمد. سيد سعد، أهلا بك. ما هي تفاصيل قرار وزير الثروة السمكية بخصوص إغلاق مصانع طحن الأسماك، وما هي خلفيات هذا القرار؟ أهلا بك أخي عاطف وبالمشاهدين الكرام. طبعا في 13 من هذا الشهر أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية قرار بإيقاف مصانع الطحن في محافظتي المهرة وحضرموت. طبعا بعد هذا القرار مالكي أو ملاك المصانع سرحوا العمال، طبعا العمال بعد تسريحهم هؤلاء العمال يعيلون أسر ويحصلون على وظائف في المصانع، وبعد هذا القرار يعني أثر على العمال، وكما كما شاهدت أن العمال طالبوا بأما العدول عن القرار أو بإيجاد حلول بديلة حتى يعيلون أسرهم ويجدون ما يعيشون فيه. كذلك بالنسبة للصيادين تأثروا أيضا من هذا القرار، لأن القرار يأثر عليهم، فقبل فترة كان المصانع تشتري منهم جميع الأنواع من الأسماك، لكن بعد هذا القرار لم يعد يعني جميع الأسماك
فيشتروا التجار والمشتريين هؤلاء يشترون النوع الذي يريدونه. أما بقية الأنواع في أنواع محددة ومعينة ما يشتروها ويرمونها الصيادين، فذلك أثر على الصيادين أيضا. طيب سعد، أشرت أن هذا القرار تأثر به الصيادين والمواطنين هناك، وشاهدنا لهم وقفات احتجاجية، هل السلطة المحلية من دور لهم؟ بالنسبة للسلطة المحلية التزمت بقرار وزير الري ووزير الزراعة والري والثروة السمكية، وهي بدورها عملت برقية للمصانع على أساس توقيف العمل في مصانع الطحن الأسماك. إذن كان معنا عبر الهاتف مراسل قناة المهرية الفضائية سعد محمد، شكرا جزيلا لك. بحث وزير الأشغال العامة والطرق سالم العبودي مع محافظ المهرة محمد علي ياسر احتياجات المحافظة في مجال مشاريع الطرق وإصلاح الأضرار الكبيرة التي خلف إعصار تلج الذي ضرب المحافظة أواخر العام الماضي. وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين ضرورة تنفيذ مشاريع عاجلة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة من إعصار تيج، وكذلك توفير التمويل اللازم، كما تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات المحلية والحكومية للتخفيف من آثار الإعصار. وخلال اللقاء أكد الوزير العبودي اهتمام وزارة الأشغال بمحافظة المهرة وجميع المحافظات، موضحا أنه سيتم تدشين مشروع صيانة الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة وإعداد الدراسات اللازمة لصيانة مشروع الأنفاق لما لهذا الخط الدولي من أهمية قصوى. وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ومحافظ المهرة محمد علي ياسر حجر الأساس لمشروع التدخل الطارئ لصيانة المقاطع المتضررة من إعصار تيج في شوارع مدينة الغيضة. وأكد الوزير الحريزي حرص الوزارة وصندوق صيانة الطرق على إعادة تأهيل شوارع مدينة الغيضة وكذلك الخط الدولي، وذلك بعد الأضرار التي لاحقت بها جراء إعصار تيج، موضحا أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، ويشمل المشروع صيانة المقاطع المتضررة من إعصار تيج بشوارع مدينة الغيضة، بالإضافة إلى مشروع استكمال إنشاء وسلفتة شارع 30 لمدينة المارينا السياحية. على صعيد آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة 4 متهمين بجرائم إلكترونية. وأشارت الشرطة أن المتهمين قاموا باختراق وتهكير حساب أحد المواطنين وسحب مبالغ مالية قدرت ب 69,000 ريال سعودي. هذا وقد تم ضبط المتهمين وبحوزتهم حاسوبان محمولان وثلاثة جوالات متنوعة وثلاثة ذاكرات إلكترونية وآيباد وجهاز نت مودم يمن موبايل، وتم حجزهم على خلفية القضية. بهذا القدر نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلقاكم في حلقة جديدة مقبلة، إلى حينها دمتم في أمان الله.